وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إيش وأشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله أنا فيه أخذ قرأ لي الدستور المادة الثالثة والرابعة، بحس إن المادة الرابعة فيها إن بيباح للطوائف الثانية غير الإسلام إنه يعني يمارس شرعهم كاملة، أما عندي يقول لك مبادئ الشريعة. أنا عايز أقول يعني إيه موقفنا إحنا من الدستور؟ نعم أو لا أو نقاطع؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك وجزاك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فقد أعلنت عن هويتي الخاصة بي منذ زمن، ولا زلت أقول إن هذه المواد التي في الدستور كثير منها يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك فإني أرفضه والله أعلم. السلام عليكم. أخ يسأل عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم للإمام بين يدي قراءة الفاتحة. أقول وبالله تعالى التوفيق، الأمر في هذه المسألة واسع والأدلة قوية لكل فريق من الفريقين، فثم فريق من أهل العلم يرى أننا نجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ومنهم الشافعية ومن حججهم أنها آية، إذ الله قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة، ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. ومن العلماء من قال لا تقرأ البسملة أو لا يجهر بها على القول الثالث، وذلك لحديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، في زيادة عند مسلم وأراها زيادة مدرجة ليست من قول أنس، في زيادة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه زيادة مدرجة، ولكل فريق أدلة أخر المقام لا يتسع لذكرها والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالله عليك يا مشيخ، أنا كنت عايز أسأل من ما حكم من مات زوجها وهي كانت أذنبت في حق ذنوب كثيرة، وهي تبت الله عز وجل من هذه الذنوب فتعذب بها في القبر ويختص منها يوم القيامة الذنوب دي ولا ايه؟ جزاك الله خير يا مشيخ. سؤال لحضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. الأخت تسأل عن امرأة فرطت في حق زوجها أثناء حياته وأذنبت في حقه ومات، ما الذي تصنعه؟ أقول وبالله التوفيق، أما وقد قضي الأمر فعليك بالاستغفار له والدعاء له والتصدق عنه، وإن كانت المظالم مالية وله ورثة فادفعي إليهم المظالم والله أعلم، ولا تيأسي من رحمة الله، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لدي سؤال فضيلة الشيخ، هل صحيح التكبر على المتكبر عبادة أم هذا الحديث خاطئ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن ما يذكر عن بعض الناس: الكبر على المتكبر صدقة، ألا هذا ثابت؟ قول وبالله التوفيق: ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بصحيح. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. بس أسألك على صحة حديثنا يا شيخنا. تفضل. إن أمتي لا تفترق على ضلالة. ثاني. حديث صحة الحديث يا شيخنا. ليس بأن إن أمتي لا تفترق على ضلالة. لا، ليس لا على إيه؟ قتال أو ضلالة؟ على ضلالة. طيب، السؤال الثاني. الحديث الثاني: ستكون بعدي أهنات وأهنات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الحديث الأول لفظه ليس كالذي ذكرت، إنما لفظه: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وفي رواية: إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. وهو ثابت صحيح بمجموع طرقه. والمراد بأمته معلوم، وهم أهل الإيمان من أمته وأهل الاستقامة من أمته. أما حديث ستكون بعدي هنات وهنات فثابت صحيح، ثابت صحيح وهو مطول. الحديثان كلاهما صحيح، لكن الأول لفظه باللفظ الذي ذكرتك به: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهنات وهنات ستكون وهنات وهنات ثابت أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي. من فضلك يا شيخ، عندي سؤالين. اتفضلي. السؤال الأول: أنا أخت عندها وسواس قهري، فيعني إيه بخلاص بالكلام مش كويس يعني، فهي بس مغصب عنها، فهي بتحاسب بيه يعني وهي تعمل إيه؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني: أنا والدي متوفي، أنا والدي متوفي، وإحنا يعني بنعمله حاجات مثلا في أكل في البيت أو كده، وبنطلعوها عليه يعني بتوصل أو كده يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فتصويب للفظ الأخت السائلة خطأ أن نقول وسواس قهري، لأن الشيطان لا يقهر أحدا وهو أحقر من ذلك. ومستندي لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد سقط من على دابته فقال: تعس الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. أما عن الهلاوس التي تصدر منها هذه المصابة بهذا الوسواس، فهل تؤاخذ عليها أو لا تؤاخذ؟ لا تؤاخذ عليها، إذ ليس على المريض حرج. وكذلك القلم مرفوع عن المجنون حتى يستفيق. أما عن والدك الذي قد مات وأنتم تصنعون طعاما وتخرجون الطعام عنه صدقة عنه، هذا بإذن الله نافع إن شاء الله، وداخل تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، الحديث، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. ممكن اسأل حضرتك سؤالين؟ اتفضلي. اول سؤال: معنى التقسيط في الذهب، انا يعني عايزة اعرف معناه ايه. يعني هو لو اخت وزنت اي شيء في الذهب وودت للسايغ اي مبلغ منه وثابت الحاجة دي عنده وديته كل فترة، هو ده اللي يبقى تقسيط؟
وتاني سؤال ان رأي حضرتك في الدستور الجديد، فاني شخص سجل لحضرتك رأيك في الدستور القديم وقال ان حضرتك بتقول ان ده دستور كفر، وبيقول على ان يعني رأيك في الدستور ده، يعني هو اي حد هو شغال في محل واول اي حد يدخل طيب يوريها له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تسأل عن التقسيط المنهي عنه عند شراء الذهب، فأقول بالله تعالى التوفيق، لا يجوز بيع الذهب بالآجل، لا يجوز بيع الذهب بالقسط، ولا يجوز أن تشتري ذهبا وتعجلي منه مبلغا وتتركيه عند الصائغ كذلك، فكل هذا ليس بجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. فالعملة تقوم مقام الذهب، ولا بد من التقابض أثناء بيع الذهب، والله أعلم. أما رأيي في الدستور فمرارا فقد أعلنت أن هذا الدستور دستور أراه لا يرضي الله سبحانه وتعالى أبدا، ففيه مواد لئيمة مضرة بديننا، ومن ذلك قولهم إن السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات، ومن ذلك الحريات التي أطلق عنانها، بما يخول للشخص المسلم أن يكفر، وبما يخول له أن يزني ويسكر ويعربد، ومن ذلك أيضا إسقاط العقوبات والحدود عن مرتكبي الجنايات، أعني الحدود الشرعية، ومن ذلك أيضا على ما هو مسطر في ثنايا الدستور، على ما هو مسطر إسقاط شرط الإسلام عن رئيس الدولة، فلم يعد في رئيس الدولة شرط الإسلام ولا شرط الذكورة، إلى غير ذلك من ضلالات أخر. ويكفي أن تعلمي أن الدستور ليست فيه آية من كتاب الله، بل ولا اسم الله إلا في موطن القسم به، ولا اسم رسول الله، ولا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ركن من أركان الدين بارك الله فيك، وإنما ظهر في ثناياه الضرائب، ظهرت في ثناياه ويعاقب من تخلف عنها، والزكاة التي قاتل أبو بكر المرتدين من أجل منعها لم يذكر لها ذكر، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا تفضل. لو سمحتي دلوقتي في أم بتاخد من ابنها فلوس من وراه من غير ما هو ما يعرف. قال له الحكم ده ايه؟ وهي دلوقتي معاها مبلغ من المال حطاه في بنك ربوي، وهي مفيش دخل، جوزها يعني مثلا دخله ضعيف قوي، وهي مضطره عشان بتدفع ايجار. هل هذا المال حرام ولا غير حرام؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، هل يجوز للام ان تسرق مال ولدها؟ إذا كان للاقتيات الضروري أكل وشرب وضرورة، واستأذنته فلم يأذن وكانت ستضيع، هي وأبوه لهما أن يأخذان منه القدر الذي يكفيهما إذا امتنع وكان سيضيعان. أما إذا كانت المعيشة مستورة والحمد لله، فلا يجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها بغير إذنه إلا اليسير التافه الذي لا يذكر. أما عن الاقتراض من إيداع المال في البنك وأخذ العوائد الربوية على ذلك، فالربا كبيرة من أعظم الكبائر، ولا تجوز إلا عند الاضطرار، إلا عند الاضطرار كما هو معلوم، إذ الله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. انا والده بقالي شهرين، انا والده بقالي شهرين وحاسه ان انا مخنوقه وخايفه وحاسه ان هموت. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فيمكنك ان تكثري من ذكر الله والاستغفار والدعاء، فهذا باذن الله يطمئن القلوب. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
فهي مبتلى بمثل ابتلائك إذا أكثر من ذكر الله ودعاء الله والاستغفار بإذن الله يذهب عنه الذي يجد. أما إن كان مرضا جسديا عضويا فلا مانع أبدا من أن تتداوي مع الدعاء والذكر والاستغفار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. والله أعلم. السلام عليكم مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. صحة حضرتك. بقول لك حضرتك يا شيخ مصطفى، انا معايا مبلغ محوشاه عشان يعني ان شاء الله احج بيه، فخايفه يصرف مني. فانا سمعت الشيخ عبد العظيم بدوي بيقول يعني ان اي فلوس يعني نوديها بنك فيصل الاسلامي، فانا عايز اعرف الفوائد بتاعته المفروض تطلع لي دي حلال ولا حرام، انا عايز اعرف دي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أرى والله أعلم أن بنك فيصل كسائر البنوك سواء بسواء، فعلى إثر ذلك فالمال الوارد منه كربح يتخلص منه ولا يحتفظ به ولا يستمتع به ولا يتعايش به، فهو ربا شأنه شأن سائر البنوك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ مصطفى. تفضل. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. بعد اذنك، بشان الدستور، هل قولنا نعم للدستور يدخل من باب المأمول، من باب المتاح وليس المأمول، هذا ومن باب اخف الضررين؟ هذا الكلام هذا كلام غير مقبول بالمره، هذا كلام غير مقبول بالمره، وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وكثير من اخواني وفقهم الله وغفر الله لهم يزعمون أن مجلس الشعب القادم سيتحرك للأخذ بيد مواد الدستور إلى الشريعة، وأقول ما من أدراكم أن مجلس الشعب سيكون من أهل الصلاح؟ ذلك غيب يعلمه الله. والذي يعنينا الآن ونحن بين يدي الله أحياء والدستور أمامنا أن ندلي بشهادتنا فيه، هل هذا الدستور يوافق مراد الله وأمر الله سبحانه، أو أنه في كثير من مواده بعيد عن كتاب الله وبعيد عن سنة رسول الله. شهادة أطالب أهل العلم وأهل الفقه وأهل الفضل بها، وبعد ذلك هل يقولون نعم أو لا؟ مرحلة تأتي بعد ذلك فيما يخصهم. أما الآن فيتطلب منهم أن يدلوا بشهاداتهم في شأن هذا الدستور المقترح، فالذي أراه أن به مواد أثيمة تؤثم، والله سبحانه وتعالى أعلم من اعتمدها وأقرها عن علم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كان عندي جزء أسئلة. تفضلي. هل يجوز للمرأة أن تتزين في بيتها بمكياج يحتوي على لون مثلا أخضر أو أحمر أو أصفر فوق العين حسب الملابس التي ترتديها، أم هذا تغيير خلق الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، السائلة تسأل عن الصبغات التي يصبغ بها جزء من الجسم فوق العين فوق الرموش، بالأخضر وفقا لثوبها الأخضر أو بالأحمر وفقا لثوبها الأحمر إلى غير ذلك. هذا ليس بتغيير لخلق الله لأنه يزال، وشأن فيه والقياس فيه على الحناء والكحل وما أشبهها، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. تفضل. بارك الله فيك يا مولانا. وفيك. حضرتك معي سؤالين إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول، حضرتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. مدى صحة هذا الحديث؟ صحيح. إن شاء الله. الحديث، السؤال الثاني: امرأة توفى عنها زوجها ومعها 3 أبناء، فأردت أن أتزوجها وأقفل أبنائها، فهذا يجوز؟ هذا عمل مستحب إن كنت تطيقه، إن كنت تطيقه وستؤدي للأسر حقها فلا بأس بذلك، أعانك الله وهو عمل حسن. لكن إذا كنت لا تطيقه ولن تستطيع أن تعدل، فكما قال الله سبحانه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ويمكنك في الحال الأخير أن تكفلهم عن بعد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله الله يشهد اني احبك بالله يا اخي. احبك الله الذي احببتنا له. كان عندي سؤال بسيط كده لو سمحت يعني تسالني. تفضل. كان في يعني جهاز عندنا وكان احنا في بلطيم بره بحر يعني. فعالجنازة يعني بعد ما بندفن الميت كده في اخ مثلا كريم او شيخ بيحون بيدعي والناس بيدعوا يعني مثلا يحول يعني موعظة كده على القبر للموجودين وبتاع وفي اخر الوعظ الشيخ بيدعي للميت والناس بتحول وراه بتأمن وراه بس بيدعي بصوت يعني بيدعي بصوت عالي والناس بعد الوعظ الحمد لله والصلاة والسلام على الله بعد. فالسؤال من مقامين، المقام الأول الموعظة عند القبر هل هي سنة أم لا؟ أقول وبالله التوفيق، الموعظة عند القبر تفعل عند الاحتياج لها، أما إذا لم تكن ثم حاجة فتركوها أولى. وقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر مرتين أو ثلاثة، فعند الاحتياج لها تفعل، وعند عدم الاحتياج الأولى تركها. أما الدعاء للميت فالذي يظهر لي من الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله أن الأولى أن يكون الدعاء سرا إلا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه كان يرفع، ولم يرد فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع صوته بالدعاء عند القبور، إنما قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالأولى والعلم عند الله سبحانه أن يدعو كل إنسان في نفسه، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كان سؤالان. السؤال الأول، في أخت تدعو الله دائما ألا يموت أحد من أبنائها في حياتها وهي مطمئنة بالإجابة، فهل سؤالها ده صحيح؟ هل يعني دعاها صحيح أم هذه أقدار مكتوبة؟ السؤال الثاني، هل هناك دليل قوي على أن المرأة المؤمنة ترى الله عز وجل في الجنة أم هذا النعيم خاص بالرجل كما سمعت؟ وهل هذه المسألة فيها اختلاف بين العلماء؟ أعيد السؤال الأخير. هل هناك دليل قوي على أن المرأة المؤمنة ترى الله عز وجل في الجنة أم أن هذا النعيم خاص بالرجل كما سمعت؟ وهل هذه مسألة فيها اختلاف بين العلماء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت تسأل عن امرأة تقول لابنها أو لأبنائها أو لبناتها الله يجعل موتي قبل موتكم، الله لا يقبض أحدا منكم قبلي. هذا الدعاء الأخت تسأل عن مثله وتسأل عن هل الأجال مقدرة مكتوبة أم لا، فقل الأجال مقدرة ومكتوبة، ومثل هذا الدعاء لا ينبغي فلا أعلم له مستندا، والآجال مقدرة ومكتوبة والله أعلم. أيضا تسأل عن رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، هل هي خاصة بالرجال؟ كلا، بل هي عامة، الرجال والنساء من أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، والله أعلم. السلام عليكم. سمحت يا شيخ عايز أسألك سؤال. سلي. ما حط يوم في ما فرض ونزل فيه إفرازات حمراء يعني ما شعري الدم كده خفيفة خالص مع إن يعني الدورة ماشية لها أسبوع بس. وفي سؤال تاني لو سمحت. عفوا، ماذا قلتي؟ أيوة. صيام فرض رأيت الطهر وبعدين صمتي وبعدين نزلت الإفرازات؟ لا بص، أنا النهاردة صايمة يعني فرض النهاردة قضاء الدورة نعم. ماشية لها أسبوع خلصت نعم، فيعني هي نزل شعري الدم مع الإفرازات النهاردة. عفوا، متى انتهت حيضتك؟ من أسبوع. والإفرازات التي نزلت اليوم لونها لون دم الحيض أو إفرازات أخر؟ هي إفرازات عادية خالص فيها شعري الدم خفيفة خالص.
لا اعتبار لها. امرأة تسأل عن إفرازات نزلت. طب لحظة واحد، سؤال ثاني. سؤال ثاني لو سمحت. طيب تفضلي. يعني أنا عشان مركبة شريط بيبقى الدورة لما بتيجي أول يوم بيبقى فيه زي إفرازات حمراء وبيقعد حوالي يوم ونص للا تيجي الدورة، يبقى أنا أصلي اليوم ده ولا ما أصليهوش؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سؤال الأخت الأول، سؤال الأخت الأول أنها تطهر من المحيض، وبعد طهرها من المحيض بأسبوع حدث وأن نزلت عليها إفرازات فيها شعرة دم، هل هذا دم حيض على ما يبدو من سؤالها؟ ولأن هذا ليس بدم صرف، أي ليس بدم خالص، وكذا لم ينزل في زمن الدورة الشهرية، فلا اعتبار لهذه الإفرازات، فصلي وصومي وافعلي ما تفعله المرأة الطاهر. أيضا تسأل عن كونها ركبت ما يسميه البعض اللولب، فقبل نزول الدورة بيوم أو يوم ونصف ينزل إفرازات حمراء، تنزل إفرازات حمراء ليست بمشابهة لدم الحيض، ثم بعد يوم أو يومين ينزل دم الحيض. فتسأل عن الحكم في اليوم أو اليومين المتقدمين لدم الحيض. أقول وبالله التوفيق، هذا داخل فيما سلف البيان عنه في الصفرة والكدرة. الصفرة والكدرة قبل الحيض لا تعد شيئا، والدم الأحمر الذي ذكر كدم الجروح لا اعتبار له، إنما بداية الحيض دفعة الدم السوداء، دفعة الدم الخاثر أي ذي الكريهة الرائحة اللزج، له قوام لزج كثافته عالية، تنزل في وقت زمن الحيض. فقبل بداية هذه الدفعة من الدم الموصوف بالصفات المذكورة لا اعتبار لما ينزل قبلها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. زي حالك يا شيخ؟ الحمد لله. سل يا شيخ الله يخليك، عفتنا في الدستور يا أخي مرارا، لو تبعت الحلقة من أولها قد طال الكلام فيه، فأنا أرفض هذا الدستور لما فيه من قول السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات، ولما فيه من الديمقراطيات، ولما فيه من الحريات المطلقة التي تلبي للليبراليين مطالبهم، وتجعل القول السائد عند الليبراليين أن تحر ما لم تضر له وجهة وشوكة، فضلا عن سلبيات أخرى في مواد الدستور يضيق المقام بذكرها. فلذا فإن شهادتي على هذا الدستور أنه دستور ملوث لوثا كبيرا، هذا الذي أشهد عليه على هذا الدستور، وأعلم أن ربي سائلي عنه، والله أعلم، وأسأل الله المغفرة من كل ذنب. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. الله يبارك لك، والله العظيم أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك لك. شيخ مصطفى معلش مع حضرتك، أقسم بالله ربنا أعلم باحترام الشديد لحضرتك. الله يبارك فيك، تفضل. الله يكرمك، بس حضرتك دلوقتي معلش مع احترامي لحضرتك، كلنا طبعاً ما ننساك ولا شيخ زي حضرتك، تمام؟ بس حضرتك دلوقتي رأي حضرتك إن لا للدستور لرأي حضرتك فيه، طب إحنا دلوقتي مشتتين، إن أنا نمشي ورث نعم أو لا، ما هو نعم يبقى عايزين استقرار. لا يبقى احنا من شتت نرجع تاني للسنتين اللي فاتت. عفوا مع احترامي لحضرتك. اصبر علي، انت ادعيت انك بقولك نعم ستستقر. تمام. وانا اخالفك لان الله قال: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. فان المعيشه الضنك تتاتى بالاعراض عن شريعه الله، ولا يمكن ان يحصل استقرار بزعمك بالموافقه على شيء صلبه وجوهره لم يولد من رحم مؤمنه، ولم يوافق أمر الله وأمر رسوله، ولم يوافق أمر الله وأمر رسوله. فلا تظن أبدا أن هذه الأوهام ستتحقق أنك تبتعد عن الشريعة وتستقر، أبدا هذا لن يكون إلا إذا أراد ربي أن يفتن الناس فتنة نعوذ بالله من الفتن.
أما الذي عهدناه من كتاب ربنا وسنة نبينا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الذي علمناه من كتاب ربنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا الذي تعلمناه من أصول ديننا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. هذا كان عندي سؤالين. سل. أنا مثبت كل سنة في رمضان أخرج زكاة الأموال الخاصة بي، وبس أنا عندي شقة تمليك غير اللي أنا قاعد فيها، باخد مأجرها بالقانون الجديد. فهل أنا أخرج زكاة عن الإيجار الشهري بتاعها، ولا أفضل أطلع الزكاة بتاعتي في رمضان مرة واحدة في السنة؟ السؤال الثاني، أنا وإخواتي عندنا قطعتين أرض صغيرين مزروعين، فإحنا بنأجرهم، يعني قطعة متأجرة وقطعة بناخد نص المحصول بتاعها، فكيف نخرج الزكاة بتاعت كل قطعة؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالشقق المؤجرة لا يؤخذ على الإيجار الشهري زكاة، إلا أنه إذا انضم إلى سائر أموالك وبلغ النصاب وحال عليه الحول زكي مع سائر المال. أما شهريا، هل يخرج رب الشقة وصاحبها، هل يخرج رب الشقة شيئا من الإيجار كزكاة عن الإيجار شهريا؟ هذا لا يجب عليه، إن فعل تطوعا حسن، وإلا فلا يجب عليه شيء. أما عن الأرض المؤجرة بالمال فنفس الحكم، المال الوارد من إيجارها يضم إلى سائر مالك، إن بلغ النصاب مع سائر مالك وحال عليه الحول أخرجت عنه زكاة سنة. أما الأرض التي تزرع ولك نصف المحصول، فإذا بلغ المحصول الناتج 5 أوسق فعليك أن تخرج الزكاة التي تخصك من نصيبك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت حضرتك يا شيخ مصطفى ما تقطعش عليا لما أخلص، رد براحتك. أعتذر أعتذر. لو سمحت أعتذر. لو سمحت، ما هو حضرتك مدي حضرتك فرصة إن أنت. نعم. السلام عليكم. لعل سائلا يقول لماذا أغلقت الهاتف؟ لأن الكلام مكرر وملاحق به على عدة فضائيات، فلا معنى لإدخال المسلمين فيما لا فائدة فيه من التكرير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لحضرتك أنا عايز أسأل على التقسيط، حلال ولا حرام؟ تقسيط الذهب أو تقسيط شيء آخر؟ تقسيط لا، أنا عايزة يعني هشتري حاجة بالتقسيط، لابتوب يعني... هشتري لابتوب بالتقسيط. لا بأس بذلك. لا بأس، يعني لا مانع. مش حرام يعني. إذا كان البائع يمتلكه جاز لك أن تشتريه ولا بالتقسيط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لك يا شيخ. الحمد لله. لدي سؤالين يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول، هل الزوج بيصل رحمه طبعا؟ نعم. الزوج بيصل رحمه من الرجال أو النساء، هل الزوجة أو المرأة عليها صلة رحمها من الرجال والنساء؟ على المرأة أيضا أن تصل رحمها ما لم يتولد من وراء الوصل فساد. فإذا لم تكن هناك مفسدة من وراء الوصل وصلت ولو بالهاتف، تصل عمها، تصل خالها، فتصل أرحمها ما لم أولاد عمها لا أو أولاد خالها لا، ما لم تكن هناك مفسدة. يعني إذا كنت شابة وابن عمك شاب والوصل سيولد فسادا، الله لا يحب الفساد. أما إذا كان ابن عمك كبيرا طعنا في السن واتصلت بالهاتف، يا أبا فلان لا بأس عليك، الحمد لله على سلامتك ونحو ذلك، بما لا يولد فسادا جاز، والله أعلم. والواحد يعني ما يزورش في البيت ولا حاجة في بيته؟ إذا كان هناك فساد سيحصل من شاب وشابة أو خلوة ونحو ذلك فلا، إن لم يكن هناك فساد فلا بأس، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إزيك عامل إيه؟ الحمد لله.
ممكن اسال حضرتك سؤالين؟ اتفضل. السؤال الاول كيف نحقق الاخلاص، والسؤال الثاني الوضوء في الخلاء. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، اما كيف نحقق الاخلاص فهذا امر لله سبحانه وتعالى المرد اليه فيه، فاكثر من سؤال الله الاخلاص، اكثر من سؤال الله الاخلاص. ثم هنالك اعمال اذا تدربت عليها باذن الله تقوى فيك ملكه الاخلاص. من هذه الاعمال صدقه السر وصلاه الليل، والله اعلم. اما عن الوضوء في الحمام، إذا كان المكان الذي تتوضأ فيه بعيدا عن النجاسات وعن مواطنها جاز الوضوء فيه، والله أعلم. السلام عليكم. أيوة. السلام عليكم. أيوة يا شيخ مصطفى. إزاي حضرتك؟ نعم الحمد لله. طب أنا دلوقتي يا شيخ مصطفى ممكن أكلمك بس ما تقفلش السكة عليا. لا هقفل إذا وجدت الكلام لا يستقيم. أنا لست بديمقراطي ولا حر، ما في حرية هنا. الكلام الذي يرضي الله يترك، يغضب الله يمنع. أنا هنسألك طبعا، أنا بتصل بك. عفوا، هذا القيد لا أقبله لا منك ولا من غيرك. الكلام إذا كان مستقيما تركناك ما دمت مستقيمة ولا تضيع الأوقات، إن كان مخلا أو مطولا يضيع المجلس لا أبدا، ليس من حقك ولا من حقي. ماشي، أنا مش هتكلم فيما يطول المجلس، بس أنا عايز أسألك سؤال. حضرتك دلوقتي بتقول الدستور ما ينفعش، أنا عايز أفهم ليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ليه؟ لماذا؟ كتب في هذا الدستور أن السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات، والسلطات في مفهومهم تشريعية وقضائية وتنفيذية، وعندنا نحن كمسلمين السيادة لله، والله الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني نظام الديمقراطية الذي تقاد به مصر. نظام الديمقراطية نظام يعني حكم الأكثرية، حكم الأغلبية، وعندنا في الإسلام الحكم الله والأمر أمر الله. الثالث، الحريات التي أطلقت في هذا الدستور والتي من مفادها أن الشخص إذا أراد أن يكفر كفر، وإذا أراد أن يزني برضا المزني علي معها زنى بها، وإذا أراد أن يشرب الخمر ما لم يضر أحد شرب الخمر ومشى في الطرقات. رابعا، خلو هذا الدستور من اسم الله ومن آية من كتابه ومن اسم القرآن الكريم ومن اسم سنة ومن اسم الرسول الأمين ومن آية ومن حديث، ومن ثم أيضا أوردوا مضادات لهذا، فالضرائب عظمت وعظم أمرها في الدستور، والزكاة التي قاتل الصديق أبو بكر من أجلها المرتدين ضرب بها وراء الظهور وألقي بها مواد أخر فيها ضلالات، إسقاط شرط الذكورة وشرط الإسلام عن رئيس الدولة، إسقاط شرط الذكورة وشرط الإسلام عن رئيس الدولة، فأصبح من الممكن لامرأة داعرة يهودية أن تقود البلاد في مصر. هذا والله أعلم، هذا غيض من فيض. السلام عليكم. والله أعلم، هذا غيض من فيض. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، هل هذا هو المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ أقول وبالله التوفيق، لم يرد خبر صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. الخبر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، حديث ضعفه أكثر أهل العلم بالحديث. أما هل نرفع أو لا نرفع، فأخذ جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة بما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، فعمل الجمهور به وبالقياس على التكبيرات في الصلوات المعتادة، ففي الصلوات المعتادة ونحن قيام نرفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند القيام من الركوع، فأخذ الجمهور بأثر ابن عمر وبالقياس
أخذوا مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام. نعم. بقول لحضرتك يعني أنا عايز أعرف التقسيط حلال ولا حرام، اللي هو التقسيط هيبقى زيادة 18% حضرتك. اللي هو هشتري لابتوب يعني. أنا قلت لك. ما أنا ما سمعتش حضرتك. إذا كان البائع يمتلك اللابتوب، إذا كان يمتلك السلعة وقال لك نقدا بعشرة إلى أجل بخمسين، هذا جائز لأن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لكن إذا كان يحصل كالذي يحدث في المؤسسات الحكومية، شخص ليست عنده سلعة يذهب بك إلى محل البيع ويشتري اللابتوب ويدفع ويبيعه في الحال لك، فهذه حيلة من حيل الربا واضحة. لكن لو أنت تمتلك مثلا بيتا بعتي لي بالتقسيط بزيادة في السعر، لا إثم في ذلك على رأي جماهير العلماء، لقوله تعالى البيعان بالخيار، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، لقوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار. فإذا كان المالك لللابتوب الذي ذكرته يمتلكه وباعه لك بسعر أعلى لكونه مؤجل فلا مانع من ذلك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا بقول لحضرتك أنا بوافق حضرتك على إن الدستور كله يعني فيه ما لا يرضي الله، لكن في سؤال عندي لحضرتك. إحنا لو قلنا بموافقة لا، معنى كده إن العلمانيين يضعوا دستور أسوأ منه، فما هي الآلية عفوا من قال لك إننا إذا رفضنا العلمانيين هم الذين سيضعوا الدستور؟ حضرتك كل الكلام في الفضائيات، كل حتى العلماء المسلمين سؤال محدد. عفوا، هذه احنا بنسال احنا بقى كمسلمين نعمل ايه؟ بس اصبر عليا. لا، معناها ان هم فرضينه العلمانيين. يا اختي انت تفترض افتراض خاطئ، لان في بعض الشيء من الاسلام قليل ما يشير الى الاسلام. يا اختي عفى الله عنك. ما قال ماذا نفعل يا شيخ؟ يعني احنا لو قلنا لا هم عايزينها، يا اختي لا تلوميني، لومي من وضع الدستور، لومي من لم يؤدوا الأمانات إلى أهلها، لوميهم لا تلوميني. من قال لك أننا إذا رفضنا العلمانيون هم الذين سيضعوا الدستور؟ من قال ذلك؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير. وياك. أنا نفسي أقول لحضرتك سدد الله لسانك وخطاك وياك. أو جسد وضحته، ويكفي ان الدستور ما فيهوش كلمه لفظ الجلاله الله، فده يكفي ان احنا نقول عليه لا. فانا عاوز اسال حضرتك ان انا انزل واقول لا، ولا انزلش منعا بعد الاحتكاك والنزول والكلام ده كله وانا امراه يعني. وعايز اسال حضرتك سؤال تاني، ربنا يبارك فيك. يعني سالت حضرتك قبل كده على حاجه بس انا ما فهمتهاش كويس، وعاوز حضرتك توضحها لي. ان حضرتك عارف دلوقتي ظروف الاقتصاد والبلد والدكاتره بيبقوا غاليين جدا وكده، فالشركه اللي هو جوزي شغال فيها خاصه، فبيعملوا اللي هو فيما معناه يعني تامين صحي، بيتعاقدوا مع شركات وكده، فاحنا بندفع فيها وهم عاملينها كخدمه للاسر وللزوج ولاسرته يعني. فانا لما اشترك فيها بقدر ما هم محددينه، وبعدين كده بروح للشركات اللي هم للدكاتره اللي هم محددينها ومتعاقدين معاها، او المستشفيات اللي هم متعاقدين معاها، علشان انا اكشف وكده مقابل الجزء المادي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد الاخت تسال عن النزول لادلائها بصوتها في الدستور. المراه الامر فيها اخف، فان شاءت ان تنزل وتدلي بصوتها بلا نزلت، وان شاءت ان تبقى في بيتها بقيت، والله تعالى أعلى وأعلم. فالمرأة الأمر في شأنها أخف والله أعلم. أما عن التأمين الصحي، إذا كنت مختارة تؤمني أو لا تؤمني فلا تؤمني وابتعد عن الشبهات. إذا كانت الشركة ملزمة بالتأمين الصحي ودخل زوجك فيها كسائر الموظفين رغما، فلك أن تستفيدي بما يأتي من ورائه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. سل. لو سمحت يا شيخ، دعوة الإنسان الشيعي إزاي؟ إنك تدعوه عن اللي هو فيه. بحسب المرض الذي يعاني منه، فإذا كان شيعيا يقول
يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين، فهذا شرك يدعو غير الله، فذكره بتوحيد الله. إن كان هذا الشيعي البغيض ينال من أصحاب النبي فذكره بفضائل أصحاب النبي من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله، فبحسب آفته ودائه قدم العلاج المناسب مستعينا بالله سائلا إياه السداد والتوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مبسوطة جدا إني بكلم حضرتك. تفضلي يا أختي السؤال، بارك الله فيك. أنا زوجي حلم بحضرتك الفجر وهو كان بيقبل إيد حضرتك. الله يغفر لي ولك وله ويتوب علينا وعليك وعليه يا رب. والسامعين والسامعات. أنا كل اللي نفسي فيه إن أنت تدعي لنا بس، وتدعي لي إن ربنا يهديني ويثبتني. الله يغفر لنا ولكم ما لا يعلمه إلا هو، ويغفر للمسلمين. أمان عليك وأنت بتصلي تدعي لي إن ربنا يسامحني. الله يسامحنا وياك والسامعين والسامعات ويغفر لنا جميعا. اللهم آمين اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمعت يا شيخ السؤال الثاني ما كملتوش، قراءة المقامات حلال ولا حرام؟ قراءة المقامات أمر محدث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرون المفضلة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يبارك في عمرك. الحمد لله. والله يا شيخ مصطفى أنا بس ليا تعليق على حضرتك. حضرتك عالم جليل وعالم كلنا بنقدره وبنحترمه وعلمك. الله يغفر لنا ولك. ادخل في موضوعك الدستور. ماشي يا شيخ مصطفى. حضرتك دلوقتي يا شيخ مصطفى علقت على الدستور، وإحنا مش حابين إن حد يفهم إن أهل الدين بيتدخلوا في السياسة بمفهوم غلط أو بمفهوم مش دقيق. إحنا ما ينفعش يا شيخ مصطفى من وجهة نظري ومن وجهة نظر ناس كتير نحرم دستور علشان خاطر مكتوب فيه ان الشعب هو اللي بيحكم. هو مش معنى كلمه ان الشعب هو اللي لا بيحكم. لا عفوا عفوا، انت دخلت ارتقيت مرتقا صعبا ليس من حقك. هل انت تمنعني من الكلام على مدى موافقه الماده للشريعه من عدمها وتخول نفسك انت تتكلم باي حق هذا؟ لا يا شيخ، باي حق ان تحجر علي وتخول لنفسك ان تفتي انت في 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 مسائل الشريعه؟ انا ما بفتيش يعني أنا أليس من حقي كمسلم بغض النظر عن علمي من عدمه أن أنظر إلى المادة وأنظر هل توافق كلام الله أو لا توافقه؟ هل أكون أعمى البصيرة أقاد من حزب من الأحزاب؟ هل أكون أعمى البصيرة يقودني شخص حيث أراد؟ لا طبعا مش طيب. أعمى البصيرة. إذا كنت أنا أقول لك السيادة لله وانت تقول ليس من حقك انت تعترض على الدستور مجلس السيادة. انا بقول ان احنا مش حابين ان اهل السياسة او اهل الدين يدخلوا في السياسة. انا ما دخلت عفوا، انا ما طلبت منصبا لنفسي ولا لابي ولا لابني ولا اريدها ابدا، لكن من حق الله علي من حق ديني علي ان اقول هذا الشيء موافق للقرآن او لا. اذا كنت تقصد ان الدين ليس فيه سياسة فهذا كلام خاطئ. من لم يحكم بما أنزل الله فليكم الكافرون، سياسة أو ما هي؟ يا شيخ مصطفى ما هو ربنا برضو قال في القرآن إلي إني جاعلهم في الأرض خليفة. صح. خليفة مكان يعني خليفة تحت ربنا سبحانه وتعالى. يعني الخليفة نتبع الخليفة بعامة يعني ولا إيه؟ إذا الخليفة قال ولا الضالين نقول آمين مباشرة؟ لا طبعا مش ولا الضالين، بس طيب الأمور بتاعت النهاردة غير يعني إذن الأمور بتاعت النهاردة وحياتنا. يعني عفوا. القرآن مثلا ما تكلمش عن السلطات القضائية ولا المجالس النيابية ولا اتكلم عن سلطات التشريع ولا اتكلم عن امن الدوله ولا اتكلم عن الكلام ده كله. اللي بيتكلم اللي هو الدستور اللي حطه مسلمين زينا برضو، اللي حطه مسلم المسلم ارضى الخطا والصواب، اللي حطه مسلم مسلم ما بين صالح وما بين طالح، ودخل ايضا النصارى فيه ودخل طالحون فيه. ما هم النصارى دول جزء من الشعب يا شيخ مصطفى. على كل اعبد ما شئت من دون الله لا أرضى لك، أعيذك بالله أن تعبد غير الله وأن تتبع غير شرع الله. يا شيخ مصطفى أنا والله العظيم بقدر أنصحك بكتاب الله أجل العلماء المسلمين اللي موجودين، وكلنا نتمنى نقبل إيدك ونقبل رجلك. لا والله ما أحتاج تقبل إيدي ولا والله ما أحتاج كل هذا. أحتاج أنا وأنت عبيد لله. معنى عبد يعني يا أخي الكريم مطيعين لله. أنا وأنت بقول لك تعالى أنا وأنت ننظر ماذا قال الله ونتبع. أنت أقول لك أنا وأنت عبيد، أنا عبد لله وأنت عبد لله. ومن معاني العبودية الاستسلام. تعال أنا وأنت ننظر ماذا قال الله ونتبع. ما أريد أي شيء، لا طلبت لنفسي منصب ولا لأمي منصب ولا لأبي منصب، والله إنا لا نريدها أبدا، لكن أنا وأنت نتبع أمر الله أمر رسوله. طب يا شيخ مصطفى نعم الخليفة لو حق والدكتور محمد مرسي على عين والرأس أحسبه من الصالحين في نفسه، لكن أنا أمام أمرين، أمر الله سبحانه
وأمر شخص كائنا من كان إذا تعارض أقدم قول من؟ قول الله طبعا. خلاص هذا الذي نقول. يا شيخ مصطفى تعليق أخير بس عشان حضرتك ما تبقاش اتضايقت مني، لأن حضرتك لا من أحد الناس منك والله العظيم وكلامي أرجو الله لك الهداية، أرجو الله لنا ولك الهداية. وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين مش أكتر من كده، بس أنا بقول لحضرتك إن حضرتك دلوقتي ما نحكمش على نية الناس، إن هم عشان حطوا كلمة الحكم للشعب والسلطة أنا للشعب. أنا ما حكمت عن هم لغوا سلطة ربنا. يا أخي عفواً عفواً أنا ما دخلت في النيات، أنا بحكم على المكتوب أمامي. تمام يا شيخ مصطفى، مسطر. أنا ما دخلت في النيات. ممكن يكتبوا برضو أن الحكم لله في طيب الدستور والتنفيذ على أرض الواقع يبقى حاجة تانية خالص. عفواً اللي هم عفواً أنت تعرف الظاهر والباطن، أنا ما دخلت في بواطنهم، أنا لي الإفرازات التي أفرزوها أمامي، أفرزوا أمامي، كتبوه بأيديهم ووقعوا عليه، وقعوا عليه بأيديهم، فنحكم على المكتوب. بارك الله فيك، ما تدخلت في نواياهم، ولا ممكن يكون منهم واحد عند الله أحسن مني وأرفع مني منزلة، لكن أنا حكمت على الظاهر الذي ظهر من أمر الناس، ما بحكم على بواطن. بارك الله فيك، ولا أدعي أنني تقي وأنني معصوم أبدا، أنا أخطئ وأصيب وأجهل وأعلم، لكن أنا أقول لك تعالى أنا وأنت ننظر ماذا يريد الله. أتمنى والله غاية الأمنية أن يخرج علينا الرئيس محمد مرسي، الله يوفقه، يقول يا ناس يا أهل الإسلام أنا أفعل كذا لأن الله أمرني بكذا، أترك كذا لأن الله نهاني عن كذا، وضعت هذه المادة لأن الله قال، تركت هذه المادة لأن الله نهى، فعلت هذا لأن الرسول أمرني، تركت هذا لأن الرسول نهاني، هذا إسلامنا. طب يا عم الشيخ مصطفى، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات وسيدنا أبو بكر مسك وسيدنا عمر، مش في معاهدات وقعت من عمر وأبو بكر؟ ما اختلفت، أنا وقع معاهدات، أنا ما منعتك من معاهدات. المعاهدات دي يا شيخ مصطفى احنا بنكتبها بإيدينا، المفروض ان احنا بقى لو هنطبق المبدأ اللي سيادتك بتتكلم عليه يبقى احنا ما نعملش حاجة غير اللي ربنا قالها في القرآن، ما احنا ما بنعملش حاجة نكفر بها بالله. أراك لم تفهم المراد بارك الله فيك، أراك لم تفهم المراد بارك الله فيك، لكن أنصحك بأن تقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وتقدمهما على قول أي شخص، كلام الله وكلام رسول الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. بارك الله فيك، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك شيخ مصطفى. والله يحييك وبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت طيبة. كل عام وانت بخير، الله يلبسك ثوب العافية الله يعافيك. وياك الله يعافيك، وعام ان شاء الله عام طيب ان شاء الله. وياك ان شاء الله كل عام وانت طيب، وكل عام واحنا وكل اسبوع واحنا شايفينك على الشاشة ان شاء الله ما تغيب عننا ابدا يا شيخ مصطفى. وان غبت ان شاء الله تكون في بيت الله ولا في المدينة. الله يبارك فيك يا رب. الله يعافيك، الله يبارك في ازواجك، الله يبارك في اولادك ولك وذريتك بمثل والسامعين والسامعات. كل عام بخير يا انت طيب يا والده، وانت طيبه الله يبارك فيك. الله يثبتك. السلام عليكم. وياك يا والده الله يحفظك. السلام عليكم. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء اسال الله ان يحفظ بلادنا مصر امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين، وان يكفيها شر كل ذي شر، وان ياخذ بيد الاخ الرئيس محمد ابن مرسي لكل خير يرضيه عنه، وأن يتقبلنا وإياكم وإياه مع الصالحين، وأن يجعل شريعة الله تسود بلادنا، وأن يجمع المسلمين على كتابه وسنة رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. كما أسأل الله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة، وأن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأوصي نفسي والمسلمين بحقن الدماء المسلمة، فقتل دم مسلمة أشد عند الله من زوال الدنيا، زوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس مسلمة. كيف وقد توعد الله قاتل النفس بعقوبات متراكبة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالله الله في الدماء المسلمة، حافظوا عليها من الإراقة والإسالة، فإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. حافظوا على الدماء المسلمة أيها الإخوة والأخوات،
لا تريق دما مسلمة إلا بحقها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة بارك الله فيكم، لا تنسوا الإكثار من ذكر الله ومن دعائه ومن القنوت في الصلوات، لا تنسوا القنوت في الصلوات في هذه الأيام التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فتن تكاد أن تعصف بكثيرين منها، فأكثروا من الدعاء وأكثروا من القنوت كي يسلم الله بلادنا مصر وبلاد المسلمين في سوريا وغزة وبورما وغيرها من بلاد المسلمين. أيها الإخوة بارك الله فيكم، تعلموا دينكم واطلبوا شرع ربكم حتى تسلم لكم أموركم. ختاما أوجه الكلمة لنصارى مصر لهم لما لهم علينا من حق الجوار، أسأل الله أن يهديهم للإسلام وإلى الإيمان. تعالوا معشر النصارى نحن وأنتم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فنحن وأنتم عبيد لله سبحانه، نحن وأنتم عبيد لله، فتعالوا نعبد الله ولا نشرك به شيئا. إن بقيتم على ما أنتم عليه أحذركم سخط الله وغضبه وعذابه، أحذركم سخط الله وغضبه وعذابه، فإنما أنتم عليه من ادعائكم أن المسيح ابن الله كفر يخلدكم في الجحيم. وإلى الصوفية توبوا إلى الله واسألوه أن يكشف الضر وأن يجلب النفع لكم، فالذي يملك ذلك هو الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل